شوفي، هذا الألم تاع الحلق عنده أسباب متعددة. نجوزو من السبب اللي نعرفوه كامل الأساسي، يقول لك الكراج من لونجين. هي كاين شرطين باش نهضروا على لونجين، لما هاد الشرطين ما اجتمعوش اون بارل بلو دونجين. لا ديفينيسيون الي سامبل، سي لا دولور كي تبلع والحمى. إذا ما كانش حمى سي با اون لونجين، باسكو لونجين هو تعفن، سي اون انفيكسيون. وتكون ألم في التهاب في الحلق، دونك معناتها كاين ألم في الابتلاع. بصح هي دابخي واش تقول عندها ساعة ساعة توجعها، ساعة ساعة عندها الحمى، ساعة ساعة كيبها. دونك ممكن ما يكونوش كراجم، ممكن يكون التهابات غير نون انفيكسيو، سادير اون انفلاماسيون بصح ماشي ملتهبه. الاسباب تاعها احنا عندنا ليزاكس، يعني الاطور اللي نخمو فيها. اولا ممكن يكون حساسيه في الحلق، دونك كي تكون حساسيه ممكن يكون التهابات بسيطه وتمد الام بدون حمى. هو مليح تسيبو ياكل وكلش، من ساعه ساعه تشك شغل ينجان. ممكن يكون اون انفيكسيون تاع لي سينوس، سو اون ابل لي انفيكسيون اوت، معناتها كان تاع لا سينوزيت، تمد دي سيكريسيون دي غلير مور النيف، يحطوا للحلق، كي ينحطوا فوق الحلق يتجرحوه ويمدوا الم. هذه كذلك ما كاش ما تكونش غالبا الحمى فيها. قلنا يا اخي لونجين وحدها، نهضوا على الاسباب اللي ما يمدوش الحمى هذوما. السبب الثالث اللي نورمالمون تسقسي خاطر 37 سنه ممكن غالبا تكون مزوجه ولدت، هو لو غوفلو تاع ليستوما. كاين التهابات عندها علاقه مع فوالا يرجع لهذاك لاسيد تاع الماده تاعها، ولو ماهيش حاسه به ما يطلعلهاش في فمها، ما تحش بصح سكون ابل هذوك لي غوفلو سورنوا، سادير من تحت لتحت، ما يمدلهاش اسباب باينه باش تروح تشوف ان غاسترو ولا تشوف واحد طبيب الطب الباطني، ما يمد التهابات نفس الميكانيزم، هو التهابات في الحنجره. وبصح ما بس كي يشوفوها هي يعطوها انتيبيوتيك ما ينفعهاش، يعطوها هذوك الادويه العاديه ما ينفعهاش، هو السبب من المعده. دوك الدواء يباس باغ ليستوما.